بسم الله. اوكي. اليوم راح نسمع سؤال في المتا. اوي اوي. اليوم راح نسمع سواليفكم اللي هم متابعيني اللي قاعدين يشوفون الفيديو مو مسويين اشتراك. هذه مو بسواليفكم، فلا تسوي نفسك مننا، سوي اشتراك بعدين تكون مننا. يعني الزبدة يرحم امك، لا تخوفني، يبغاني احط له زيت يا ابوي. خلينا نسولف معاكم هالشيء. اوريدي فاتحين سلسله من زمان انه احنا نقرا اشياءكم المرعبه، ولا كنتوا في المدرسه، ولا كنتوا في السفر، ولا كنتوا في اي مكان. فاليوم انا ابغاكم تكتبون تحت في الكومنتات كلمات اغنيه ناني، او كلمات حلوه كذا متناسقه، او لاينين او ثلاث لاينات انه انتوا تكتبونها عشان انا اغنيها. ادري بيكون مره كرنج، بس من نفسك خلينا نسويها لايك ديتري، ما ورانا شيء، وريدي خلاص الكوكب قاعد ينتهي. اكتبوا كذا سطرين متناسقين انه نهايه الكلمه اهم شيء يكون نفس الحرف. وانا بغنيها. خلاص. الفيديو اليوم راح يكون انه انا اقرا سوالفكم وزي كذا. انا ادري انها مره بتكون تاليف، بس انه يعني حاولوا تصدقونها. اوكي اوكي. هذه القصه حقيقيه، صدقني اول ما حد يقول لك انه هذه القصه حقيقيه، ولا اقسم بالله، ولا يحلف بالله، ولا اي شيء، يعرف انها كذاب. هذه القصه حقيقيه. يوم من الايام زارتنا جدتي، ممكن عمرها حوالي 100. الله يحفظها. وصلت 100. تاكل حلبه ولا شيء؟ انا من يومي بزر وامي قاعده تقول لي ان كل حلبه. او اقول لك المهم جت عندنا ونامت في غرفتي. المهم صارت الساعه 2 او 3. المهم عرفنا ان السالفه مهمه. كنت العب بجوالي في ظلام واسمع صوت تصيح، وانا اقوم بسرعه وافتح النور، ولا الاقي جدتي قاعده تبكي. قلت لها ايش فيكي؟ قالت وهي تبكي مالك الموكي الموكي. وافتح النور، ولا الاقي جدتي قاعده تبكي. قلت لها ايش فيكي؟ قالت لي وهي تبكي مالك الموت يطاردني، مالك الموت يطاردني. خفت، وبعدين اعطيتها كاسة ماي فنامت، وخليت الأنوار مفتوحة عشان ما تقدر تنام. بعد ما نامت طفيت الأنوار. مرت نص ساعة وأنا أرجع أسمع صوت جدتي تبكي. فتحت الأنوار سألتها، قالت لي للمرة الثانية نفس الشيء. من يومها ما عدت نمت مع جدتي. يلعن أم الجاحدة. دحين الحمد لله عائشة مصبوطة. What? What the f- مبسوطة. الصاهي سين. يعني ما فهمت، انتي هربتي من جدتك عشان تحسبينها جنية؟ لا، يمكن جدتك اوريدي شافت جنيين، فمفروض ما تسكبي لها، المفروض تسمعي لها، تقولي لها اسمعي تكفين، دخليني بوابة الجن، خليني اشوفهم. هذا الحل المفروض انك انت تسوينه. يا عمي ايش السالفة ذي يا عمي؟ فكوا امنا اول سالفة زي كذا. واحدة اسمها لينا. والله صوت مايكي مرة يخوف، احس ساكنة جني. طول حياتي أروح للسطح بنص الليالي، لا أسمع صوت المجرات، يعني ثوت السيارات في الليل. يا عمي أنت مسوية ورشة على أمنا، مسوية ميكانيكية. فكي أمنا يا شيخة. والدراجات النارية. يشبه صوت المجرات اساسا. الحين محسستني انك انت راجة فضاء، شفتي صوت المجرات. المهم ظهر لي لا جن ولا ابن عمي، يعني انا مو بنت، ما بظن اني بنت لاني مش انسانه اصلا. امي كود صبرني. يو يا ليل، ذي مسويه ام دبليو 3. بخر يعني وجهي. ذي تبي تلعب سيرش بس مو بعارفه. في مره في المدرسه كان تخرجني انا وصديقتي من الابتدائي، هذا الكلام قبل سنتين تقريبا. كنا بنروح على المسرح وكان باب المسرح مفتوح. وانا عايش انت في امريكا ولا في السعوديه؟ ما في مسرح في السعوديه، بودونك البدنيه يا عمي، تروح تلعبين كوره وخلاص خلصنا. انا اسف. كان باب المسرح مفتوح الا والله شيء لونه رمادي فاتح مو اسود. المهم انا قلت لصديقاتي، ولا واحده من صديقاتي الا واحده منهم، وقعدنا نحاول نقنع البنات وما حد قنع وما حد درب السالفة. ولما جينا أول سنة متوسط شفنا نفس الشيء عند المسرح، والحمد لله كل البنات ما صدقوني، ولا كانوا معي في التخرج أخيرا صدقوني،
وعلمنا المديرة وسحبت علينا بس الحين ختفنا ما عاد صرنا نشوف. بس الحين ختفنا وما عاد صرنا نشوفه. يا ريتك حذف الكومنت عشان انا ما اقراه. لما يقول شيء مرعب مش يعني شيطان وجه اسود، صوت ممكن يكون شيء مرعب زي كنت بنخطف او اي شيء خطير. زقت معي كلهم نفس القصص، نسخ لصق. سكيب. في يوم من الايام كنت مخلصة من الشاور، المهم اني كنت ابخ اروح الحمام. في يوم من الايام كنت مخلصة من الشاور. دقيقة. في يوم من الايام كنت وابو جبران شكله حبيب تزرف ام الجوال وقاعدة تكتب، او يا انها معضلة يا بوي. اني كنت اروح الحمام، دخلت الحمام الى المياه انصبت علي، فطول اللي رحت لامي فقلت لها السالفة، فقالت ان الباب ذا اذا فتحتيه تنصب المياه علشانك تروشتي وهذه السالفة. انا مره كنت في المدرسه، انا كل مره اتاخر بالطلوع، كان ابوي ما يجي بدري وما اروح الا اذا كانت في بنتين او ثلاثه المهم، وكان في بنتين واحده من صديقاتي. طبعا في المدرسه في ثلاثه ادوار، وانا وصديقاتي كنا نسولف، قلت لها وليتني ما قلت. المهم قلنا خلينا نروح ندور في المدرسه لان كذا طفش. وبعد ما قالت ابي اروح لدوره المياه قلت لها اوكي. بعدين انا قعدت برا لدورات المياه، بعدين اسمع صوت بنت صارخ وتقول ساعدوني، وطلعت صديقتي وروحنا نمشي بسمعنا نفس الصوت. والمهم قالت خلينا نلحق نفس الصوت، واحنا باقي بالدور الثاني وروحنا نمشي اسمع صوت قاعد تمشي قدامنا ولحقناه. ولين وصلنا الفصل الثاني ولقينا يا عمي وين التكملة؟ طيب وش لقيته؟ يمه شكلهم الجنية جاتهم. شكل الجنية جاتهم وقفطتهم قبل يقولون السالفة. يكتشف الحائط والبطيء يستلهد بالعقل الكبير كنا الرجل الصغير يسعى. عمي انا ما راح اسمع سوالفكم ابدا. يا عمي سوالفكم مرة تخوف والله، حتى لو انكم تقولونها تعريف بس بنفس الوقت مرة تخوف. تخيل مثلا انت رحت الحمام في مدرستكم شوي ليش انت شفت واحد جني يحجلس ابني بابو في سوالي، تروح تقول للناس بيقولون عنك انت مجنون وانت ويطقطقون عليك، بس من نفسك انت وردي من جدك شفت جني. انت بتقعد زي كذا بليالي. كنا نايمين بنص الليل، كانت الساعة 3:30، وفجأة دق الباب بصوت عالي، كلنا فقنا من النوم. أبي راح فتح باب، طلعت مرة خبيت. يا عمي الرايتنج عندكم مرة مخبوصة. إيش اللي أبي راح فتح باب طلعت مرة ختيرة. فقنا من النوم، أبوي راح فتح الباب طلعت مرة حتى مو قادر ارجعها. الزبده فقنا من النوم، رحت فتحت الباب طلعت مره ختياره لابسه ابيض بتبكي، قالت انا مضيع البيت وبنحفت. نقلت من جديد على هالحاره وضايعه، فانخرعنا انا وامي من الخوف. منيح ابي ما ادخلها البيت، راحت كانت الساعه 3 او ما حد بيعرف لوين راحت. يا ليتك ما كتبت الكومنت هذا، انت وصورتك هذه مسوي مثلث يا عمي. بخنا عن وجهي بس زبنا، رايح الحمام بروح برجع. يا عمي ايش سوالفكم دي؟ انا رجعت وانا في الحمام كنت افكر في موضوعها بصراحة ما شدني ابدا. مرة رايح على الحمام كانت الساعة 3:30 الليل والكل نايم طبعا، والجو هادي ما في صوت ابدا. بعدين اسمع صوت مشي، يعني حد قاعد يمشي برا الحمام. بس الكل نايم. بعدين حسيت الخطوات تقرب مني اكثر، بغيت اقول بسم الله بس اتذكرت اني بالحمام، رحت على طول طلعت والله قمط الحافية. دي قصة حقيقية صارت لي وانا ما اكذب. قبل 2.5 سنين كنا ساكنين ببيت جديد، كنت احبه واحسه مليء بالملائكة، استغفر الله، طلع لي مليان جن. وفي ليلة سمعت صفير بإذني وما تحملت، ورحت أقول لأمي، حاولت أفيقها ما قدرت، وأنا خفت ودقات قلبي زادوا، أحس إني حدا يناظرني ويتقدم لي. مين بيتزوجك يا عمي أنت؟ ما لقيت حل سواء إني أمسك فوني
بقرا المعوذات وارتحت نفسيا. وبكرة لما كنت أعدل نفسي سمعت صوت منها، قربت منها لاستفسر وما كانت. وين التكملة طيب؟ سوالفكم كانت مرة بايخة. وصلنا لحد الفيديو، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. لا تنسوا تشتركون في القناة، واذا مو مشتركين في القناة اشتركوا في القناة واضغط زر اللايك بعد، وروحوا وسوي لي فولو في الانستغرام. وسلام يا ولد. سلام يا حلو يا حلوة. Peace.